وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل أحمد مكيبر مراسلنا في تعز. أحمد مرحبا بك، ضعنا في صورة في آخر الانتصارات التي حققتها قوات الجيش الوطني اليوم في جبهات تعز. نعم علي، الانتصارات متواصلة للجيش الوطني في أطراف تلك المناطق من محافظة تعز بالتحديد. هناك في جبل حبشي، بقي من جبل حبشي عزلة قليلة صغيرة جدا، وهي عزلة الوافي، ربما خلال الساعات القريبة يتم تحريرها، وبالتالي فإن مديرية جبل حبشي استكملت بقية الأجزاء التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية. هناك احتفال كبير بحسب مصادرنا والمعلومات التي حصلنا عليها من المديرية، بأن هناك احتفال كبير للمديرية وأبنائها تجاه أو إزاء تلك الانتصارات وتلك التقدمات العسكرية التي قام بها الجيش الوطني في اللواء 17 مشاة. وهناك ربما بحسب المصادر التي وصلتنا بأن التحام اللواءين 145 واللواء 17 في القرى والمناطق المحاذية للطوير، وهذه الطوير بطبيعة أهميتها قريبة هي من منطقة البرح، وكذلك قريبة من الكدحة غرب تعز. نعم أحمد، أشرت إلى انتصارات حدثت خلال الساعات الماضية، استعادة مواقع مهمة، استكمال السيطرة على المناطق المتبقية من مديرية جبل حبشي. ما أهمية الانتصارات الجارية في الجبهة الغربية لمدينة تعز؟ أهميتها هو فك الحصار عن مدينة تعز. نحن يعني لاحظنا خلال الانتصارات هذه أن أبناء تعز ويعني كل الحاضنة الشعبية لأبناء تعز وكذلك أبناء تعز بشكل عام والجيش الوطني يأملون فك الحصار الذي هو مستمر منذ 6 سنوات. أذاق الحصار وتلك معاناة وويلات كبيرة لأبناء تعز. مثلت الجبهة الغربية لتعز خنق كبير، حيث أن كانت المدينة غير مرتبطة أو مركز المحافظة غير مرتبط بتلك المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في الثروة وفي كذلك الخروج والدخول ما بين المركز المحافظة ومديرياتها الساحلية، والتي تعتبر منفذ بحري كما تعرفون مدينة المخا والمناطق المهمة لها في تلك الأماكن. كذلك إذا نظرنا أن الأهمية الكبرى وهي وهي الفرحة التي تكمن في دحر ميليشيا الحوثي الإرهابية الإنقلابية التي ذاقت أبناء تلك المناطق ويلات النزوح ويلات كذلك المعاناة من حصار وقصف مستمر على تلك المناطق. وبالتالي فإن أبناء تعز بشكل عام سواء في الجبهة الشرقية أو الغربية يشيدون بتلك الانتصارات وهم يرقبون كل جديد لتقدمات الجيش الوطني في تلك المناطق. أحمد مكيبر مراسلنا في تعز كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.